وبغض النظر ان انا لسه مخلصتش السيت اب ومخلصتش اي حاجه فيه لسه، يعني لسه في حاجات كتير بشتريها وحاجات لسه ما وصلتش، ولكن فعلا الحلقه دي ما تستناش. السلام عليكم، معكم مصطفى من قناه مستر بومتك. ان شاء الله في حلقه النهارده هنتكلم فيها عن موقع اسمه هايبر فايلز. قبل نبدا الكلام في الموقع ده، ف شكرا لانكم جزء من كل حاجه بتحصل دلوقتي في القناه. شكرا لكم جدا، شكرا لكل واحد بيعمل سبسكرايب، وشكرا لكل واحد بيعمل شير للحلقات، شكرا لكل واحد بيعمل لايك واعمل لايك. شكرا جدا ليكم لانكم خليتوني جزء من حاجه انا بحبها، فشكرا. الموقع ده يعتبر بمثابه حاجه حلوه، يعني حاجه ممتازه. الموقع ده السكريبت بتاعه كان شبه سكريبت موقع شرحناه قبل كده اسمه فلات فري لو تفتكروه. السكريبت ده للاسف ما كملش عشان حصل مشكله في السيرفر، ولكن الموقع ده بقى شغال. ولكن بقى ده مش رفع ملفات بس، ده زي ما قلت لك موقع حلو. الموقع ده رفع ملفات واختصار رابط في موقع واحد، ارباح الرفع وارباح الاختصار بيتحطوا على بعض، فانت كده تقدر تجمع اقل مبلغ للسحب وتقدر تسحب فلوس اكتر بكتير. اللي مش فاهم يسيبنا كمل بس للاخر كده هتفهم. تمام، كمل معايا بس الفيديو. الموضوع يا جدعان، انت مثلا لو بتكسب $10 من اختصار رابط هتكسب مثلا $5 من رفع ملفات، بقوا $15 على بعض هتقدر تسحب مبلغ اكبر. بدل ما تشتغل على موقع رفع ملفات لوحده، اشتغل على موقع اختصار رابط لوحده وعمال تجمع اقل مبلغ لده واقل مبلغ لده، هيبقى الموضوع صعب جدا. ولكن الموقع ده بما ان كمان السي بي ام بتاعه عالي جدا، يعني كل ده كمان الاثنين مع بعض، اللي هو اختصار رابط ورفع ملفات مع بعض. الموقع ده زي ما قلنا اسمه هايبر فايلز. الموقع ده يعتبر زي ما قلت لك بمثابه حاجه انقاذ كده للناس، ان هو يشغلك بالعافيه. انت كده هتكسب فلوس، كده هتكسب. انت عندك رفع ملفات وعندك اختصار رابط وكمان ارباحهم على بعض، وكمان بتاخد $30 على كل 70 احاله بتديهم للموقع. يعني انت بتعمل فيديو لطيف كده تديهم 70 احاله. انا بصراحه ما فكرتش في الخطوه دي، ولكن انا ممكن اسيب لك الفيديو ده برده ككرييتيف كومنز تستخدمه عشان تحاول تجيب احالات. وانا عارف الناس، في ناس كتير شكرتني على صفحه الفيسبوك ان هم جابوا 50 احاله في موقع جيبشانجي ودفع لهم $30. في ناس قالت الموقع ما دفعش، والكلام ده ما حصلش. الموقع بيدفع لكل الناس لحد فتره قريبه، ولكن تقريبا ما توصلتش مع صاحب الموقع يعني، ولكن تقريبا المسابقه دي تقريبا ممكن تكون وقفت، لان طبعا زي ما قلت لك احنا خربنا بيوتهم. يعني دفعتهم $600-$700، فالموضوع يعني كان خرب بيوت زي ما احنا اتفقنا. فانا حاولت اعمل اللي قدرت عليه، والموقع ده نفس الكلام، تقدر تاخد $30 عن طريق 70 احاله. وان شاء الله سيبك الفيديو ده، يعني ان شاء الله سيبه لك كريتيف كومنز، تقدر انك تستفيد منه وتقدر انك تجيب احالات للموقع. وبدل ما نقعد نرغي كتير بقى ونقعد نتكلم، ناس كتير قالت لي لا ما تعملش كده، وبدل ما تظهر بقى سكرينات وكده، لا روح على الكمبيوتر او اللابتوب واشرح عملي احسن. ناس كتير قالت لي كده، فخلينا نروح ونشوف الموضوع ده، ولو ان الموضوع اللي انا فيه بيريحني اكتر وبيبقى الطف واسهل. لكن خلينا نروح اللابتوب. وزي ما انتم شايفين كده دي واجهه الموقع، مش عايزين نطول كتير قوي عشان الفيديو وقته ما يطولش. الموقع ده زي ما قلنا بيجمع بين حاجتين، الابلود فايل او رفع ملفات والشورت لينك او اختصار الرابط. الاثنين مع بعض يا جدعان، الاثنين ارباح واحده، الاثنين سي بي ام موحد للاثنين. مش اعلى سي بي ام في الدنيا ولكن الفكره ان لما يكون السي بي ام موحد للدول اللي موجوده قدامك دي، السي بي ام موحد ليها $7 على الموبايل والتابلت، واكتر من $7 على الديسكتوب. معرفش بقى في $8، في $7، في $10 لالمانيا، وفي شويه حاجات كده، وللمغرب $7.5 وحاجات كتير، او $7.2 يعني. في شويه حاجات كتير قوي في الموقع ده، ولكن مش هيفرق معاك قوي السي بي ام، لان زي ما قلت لك ان السي بي ام هنا للاثنين مع بعض. يعني تخيل انت بتاخد $7 على كل 1000 تحميله من الجزائر، ده ممتاز جدا يا جدعان. وزي ما انت شايف $8 لمصر و $10 لالمانيا ومش عارف ايه، وحاجات حلوه جدا. فده كويس جدا يا جماعه. وزي ما قلت لك لما بيجمع بين الاختصار رابط ورفع ملفات مع بعض، فده هيديك رقم كبير. تمام، وهتفهم ده كمان شويه. فخلينا نخش كده بقيه قوائم الموقع، لان الموقع مليان قوائم كويسه جدا. واول حاجه البروف اوف بيمنتس، يعني وسائل اثبات الدفع، اسف اثبات الدفع. تمام، الموقع ده فيه 212 يوزر و $65 اتدفعوا. يعني تقول لي $65 ده الموقع لسه بادئ؟ فعلا الموقع لسه بادئ، ولكن الفكره ان السكريبت مدفوع، راجل شاري، راجل دافع، راجل متكلف، فبالتالي مش هيحتاج انه ينصب عليكم. يعني زائد ان انتوا عارفين احنا ممكن نعمل ايه في اي حد لو نصب، يعني ما تقلقوش. الساين اب هنا هنخش على فول نيم، هنكتب هنا اسمك الكامل، وهنا اليوزر نيم بتاعك، وهنا الايميل، الباسورد، تعيد الباسورد، تعمل توافق على الشروط هنا وتقول له ان انت مش روبوت، وتعمل جيت ستارتد وبس. بعد كده تخش على اللوجن بقى عشان تبدا تدخل في الموقع. اليوزر نيم وباسورد قول له ريمبر، قول له سبمايت، ونخش على الموقع.
زي ما قلت لكم يا جماعه الموقع بيجمع بين اختصار رابط ورفع ملفات، عشان كده هتلاقي فوق هنا ابلود اند شورت. لو ركزتوا هتلاقي ان الموقع ده نفس سكريبت موقع فلات فري، والسكريبت ده انا شكرت فيه جدا، لان بصراحه السكريبت ده سلس وجميل جدا، وبان الموقع ده نفس السكريبت المدفوع ده، فاعرف ان الموقع ده ان شاء الله يبقى ممتاز معاك. ولكن مشكله فلات فري زي ما قلنا ان هو السيرفر بتاعه كان باظ، ولكن الموقع ده السيرفر بتاعه شغال 100% باماره. هو ان انا رافع ملف على الموقع زي ما انتم شايفين، رافع صوره على الموقع تمام. لو دخلنا على اللينك، وبالمناسبه الطريقه دي هي اللي بتجيب بيها اللينكات، زي ما انت شايف اللينك شغال زي الفل اهو، ما فيهوش اي مشكله تمام. هتنزل تحت تعدي الامليت روبوت دي وتضغط على كرييت داونلود لينك، هتنزل تحت تستنى 20 ثانيه وتبدا تحمل اللينك بتاعك، ما فيش اي مشكله في الموقع تمام. خلينا نرجع بس لقائمه الموقع مره ثانيه. هنا عندك برضو الفايل برضو واللينكس، هتلاقي هنا كل الروابط المختصره اللي انت اختصرتها. هعلمك ازاي كل ده دلوقتي. ده الرابط اللي انا اختصرته، برضو الموضوع بسيط جدا وسهل يا جماعه في الموقع ده، ما فيهوش اي مشاكل. فهتنزل برضو تحت وتقول له نيكست بيج، وبعد كده هتعدي الرابط المختصر بكل سهوله. جميل. ازاي بقى نختصر الرابط؟ نخش على ابلود اند شورت. لو انت عايز مثلا ان انت ترفع ملف، موضوع بسيط جدا. اولا الملف انت ممكن ترفعه عن طريق تضغط على كلمه تشوز فايل، تختار الملف اللي انت عايز ترفعه، وبعد كده تضغط على كلمه ابلود وبس هيترفع معاك. باسورد دي لو انت عايز تحط باسورد للملف. شورت لينك دي لو عايز بقى تروح على اختصار رابط. مثلا انا هختصر قناه مستر بومتك زي ما انت شايف هنا، وبعد كده سبمايت، بس تم اختصار الرابط بنجاح. هتستنى لمده ثانيه بالظبط تلاقي الرابط بتاعك ظهر قدامك. جميل يا شباب، زي ما انت شايف الرابط اهو، والرابط اهو ظهر قدامك. فكده الرابط تمام شغال، الابلود شغال، فمعنى كده ان وقعت السيرفر اللي كانت في فلات فري مش موجوده خالص في الموقع ده، والموقع ده السيرفر بتاعه محترم وشغال. ازاي نسحب ارباحنا؟ واقل مبلغ السحب هو 5 دولار، وزي ما قلنا 5 دولار يا جدعان ده يعتبر رقم كويس جدا، بما ان الموقع ده بيجمع من حاجتين، من رفع ملفات واختصار رابط، فمعنى كده انك هتجمع رقم كبير. والمقصود يا جماعه من الموضوع ده هفهمك ازاي، ان الموقع ده او موقع رفع ملفات، الناس اللي بتشتغل في رفع ملفات بتكسب مثلا وليكن ارقام كويسه، والناس اللي تشتغل في اختصار رابط تكسب برضو ارقام كويسه. لما الاثنين يتجمعوا مع بعض هيجيب لك رقم كبير تمام، وكل ده متجمع في موقع واحد. ده المستقبل يا جدعان، انتم ملاحظين ده المستقبل الموقع بعد كده، ان كل الموقع ان شاء الله هتلاقي مواقع بتجمع بين اكتر من حاجه في حاجه واحده بس، ودي حاجه ممتازه جدا، وان شاء الله نشوفها في موقع تانية اتمنى بجد. يعني هنخش على هير دي عشان نشوف وسائل الدفع اللي موجوده في الموقع ده. عندك هنا بيبل 5 دولار، وستر يونيون 40 دولار، وعندك ايجيبت بوست 20 دولار، وباير 10 دولار، وبعض وسائل الدفع عندك منهم فودافون كاش 5 دولار، وسكريل 5 دولار، وده كويس جدا، وشويه بنوك على بيتكوين 25 دولار. موقع بيجمع بين شويه حاجات. هنا هتكتب عنوانك وتكتب بقيه الوسائل بتاعتك زي ما احنا عارفين، وهنا الباي بال هتحط طبعا وسائل الدفع اللي انت عايزها، وليكن مثلا ويسترن يونيون تكتب هنا اسمك، فودافون كاش تحط رقمك، باي بال تحط ايميلك بس، يعني حاجات بسيطه. بنك مصر او اي بنك هتحط اسمك وبرده الحاجات بتاعه البنك يعني اللي هيطلبها منك، بس بسيط جدا. عايز تفهم اي حاجه تخش على كونتاكت اس، وبعد كده ترسل لهم مسج بالمشكله اللي عندك مهما كانت بقى، ترسل لهم مسج وهيردوا عليك ان شاء الله. الريفرنس في الموقع ده 15%، وزي ما قلنا 15% ده يعتبر ممتاز جدا جدا، لان الموقع زي ما قلت لك بيكسب ارقام كبيره. يعني انت مثلا اقل حاجه هتسحبها في الموقع ده هو 50 60 دولار او 100 دولار كمان، لانك بتجمع بين حاجتين الاختصار رابط ورفع ملفات، ودول هيكسبوك ارقام كبيره مع بعض. فده لما تسحب مثلا من موقع رفع ملفات لوحده 30 دولار على رفع موقع اختصار رابط 30 دولار بقى 60 دولار، لا انت تسحبهم مره واحده من الموقع ده احسن لك 100 مره تمام، واحسن للناس طبعا اللي هتسجل من تحتيك وكده تمام. ازاي تسحب ارباحك؟ اول ما تجمع المبلغ بتاعك على طول الدفع هنا فوري، فهتقوم رايح على كلمه ويزدرو، وبعد كده تضغط على ويزدرو على طول بشكل يعني على طول تضغط على ويزدرو، وان شاء الله في اثبات دفع هيحصل قريب جدا من الموقع ده، بس نشد حيلنا كده وان شاء الله. يعني هتلاقي رابط التسجيل في الموقع ده اسفل الفيديو، فسجله وحاول لو انت حابب تشترك في الموقع ده عن طريقي او عن طريق عن طريق اللينك بتاعي، فدي حاجه جميله جدا يعني، وان شاء الله نعمل لك اثبات دفع للموقع ده. داشبورد هنا طبعا بتلاقي فيه كل احصائياتك بقى والدنيا بتاعتك كلها، اليوزد سبيس اللي انت استخدمتها،
وهنا طبعا دي حجم الصوره اللي انا رفعتها، البالانس للفلوس اللي معاك، الكام فايل رفعته، وهنا السيلز زي ما قلنا. هنا برضو يا جدعان في الموقع ده زي فلات فرين تقدر تبيع الملفات بتاعتك. وطبعا زي ما قلنا الموقع ده بيدي $30 على اول 70 حاله هتجيبهم من الموقع ده، وتقدر طبعا تستفيد من الفيديو بتاعي وتقطعه من اي حته انت عايزها، ولكن لازم تقطعه وتحط اي حاجه فيه، حاول تغير فيه باي طريقه بحيث ان ما يبقاش مطابق لاي حد هياخد الفيديو من بعدك. وبس كده، شكرا ليكم جدا على مشاهده الحلقه دي للاخر، ان شاء الله تكون شفتها للاخر، ده اهم حاجه. ويا ريت لو عجبتك الحلقه دي او عجبك الموقع ده تعمل لايك للفيديو، عشان اللايك ده بيشجعنا جدا، ونوصل الفيديو ل 400 لايك عشان نقدر ان احنا نجيب لكم حلقات ثانيه احسن، ونقدر نطور القناه اكتر واكتر. زي ما انتم شايفين او انتم مش شايفين حاجه اساسا، بس الفكره ان بص يعني عارف البتاع ده تحفه. المهم يعني في حاجات كتير قوي بنعملها دلوقتي في القناه، ولسه في حاجات كتير هتتغير، فادعولنا كده الدنيا تمشي. وتقريبا دي تقريبا اخر حلقه بالمايك البويا، ان شاء الله هنجيب مايك تاني هو يعتبر جاي النهارده او بكره، فمش عارف. كل ده تطوير وكل ده حاجات ليكوا انتوا، حاجات مش ليا اكيد، او حاجات يعني مش هستخدمها عشان امشي بيها في الشارع، فاكيد دي حاجه ليكوا انتوا عشان نعمل محتوى نظيف، محتوى محترم. متعرفوش الفوم ده تعبني ازاي عم ركبته، انا حاسس لحد دلوقتي حد اخر ثانيه في الفيديو ان واحده فيهم هتقع دلوقتي، ولكن بغض النظر عن اي حاجه شكرا جدا لكم على برضو ان انتوا خليتوني جزء من حاجه انا بحبها. بس كده، يا ريت لو عجبك الفيديو ده تعمل له لايك واشترك في القناه كنت اول مره تشوفني. خلاص قربنا نوصل ل 32000 مشترك يا جدعان، يعني خلاص ما عادش 400 مشترك، يا ريت نوصل لهم عن طريق الفيديو ده. فكل عليك انك تعمل سبسكرايب للقناه كنت اول مره تشوفني، شير الفيديو ده ممكن يعجب ناس ثانيه ولا حاجه يعملوا سبسكرايب وتكون انت ساعتها دعمتني، بس اهم حاجه انك تعمل لايك عشان يوصل الفيديو ده للناس ثانيه. بس كده، شكرا جدا ليك عشان شفت الفيديو ده للاخر، اشوفك ان شاء الله في فيديو تاني.